والهوى منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، وهو من حيث الأصل المحبة والميل مطلقا، والغالب أنه يطلق على المذموم، والنصوص الشرعية كثيرة في هذا، لكن قد يكون هوى محمودا يراد منه الميل إلى الحق فقط، فالمراد منه الميل إلى الحق وإلى محبته الخالصة. وقد ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وهذا إن دل يدل على عظيم فضل هؤلاء المتأخرين الذين لا يرى لهم قدر ولا قيمة عند بعض طلاب العلم، فإنهم يختصرون لك الزمن والجهد. قال: ومن الأدلة ما جاء في حديث صفوان ابن عسال، ومر معنا كثيرا في المسح على الخفين، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن الحديث. فقيل له: ألم تسمعه يذكر الهوى؟ فقال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال: أنت مع من أحببت. ذكر هنا الهوى. وكذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنكر على النساء اللواتي يهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية. فقالت: ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. قال القرطبي: يعني في رضاك، لكن الغيرة منها حملتها على هذا اللفظ. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في أسرى بدر، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: ما تقولون في شأن هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أرى أن تأخذ منهم الفداء فنستعين به، وهم بنو عم وأهل عشيرة، ولعل الله يهديهم. فقال عمر: أرى غير ما يراه أبو بكر، أرى أن تمكن عليا من عقيل فليضرب عنقه، وتمكنني من فلان فأضرب عنقه نسيبا لعمر. فيقول عمر: فهوى رسول الله، هذا هو موضع الشاهد، فهوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلام أبي بكر ولم يهوي كلامي. وفي بعض النسخ بإثبات الياء: ولم يهوي كلامي، على لغة الحديث.